مباراة جميلة اليوم شاهدنا يعني مقابلة فيها يعني ريتم من كل يعني الجوانب. مقابلة كأس لعبنا ضد فريق يعني اللي يملك يعني تشكيلة يعني لبس بها تشكيلة اللي عندها خبرة في هذه المنافسة. كنا عارفين يعني بال يعني المأمورية ما راح تكون سهلة. نظن انه حضرنا يعني جيدا هذه المباراة، كنا يعني دخلنا جيدا في المقابله وين سجلنا يعني الهدفين في الشوط الاول. نظن بعد الهدف تاعهم يعني تاع الثاني تاع التعادل انخفض يعني النسق المباراه. هذه هي مباراه كاس، الحمد لله نظن انه فاتت يعني في روح رياضيه كبيره. كل شيء يعني كان يعني تنظيم جيد. كاس هذه ما تستعرفش كما قلت انا حمل كاس ولا موش حمل كاس، هذه الا مباراه تاع الكاس، موش تختلف عن البطوله. ولو كانت عندنا شو نقولوا حنا شويه ابتي دافونتاج باسكو لعبنا في ارضيه الميدان تاعنا وقدام الجمهور تاعنا، بالمناسبه نتاسف الجمهور تاعنا اللي جاء ازنا بكل قوه. بالنسبه لمجريات المقابله رحنا لي بينالتي سي دي كوت شونس بو اوبلي لا كوب، دونك يفو سو كونسونتري يعني في الشامبيونات، خاصه الفريق ماهوش في وضعيه مريحه، وان شاء الله نتجاوزوا هذه المقابله هذه اي كونسونتر في الشامبيونات ان شاء الله.